عايز تقوي الذاكرة والأداء الذهني، طالب بتذاكر والمعلومات بتطير منك، عايز تثبت المعلومة كويس وتحفظها، موظف أو أي شغلانة بتنسى البيانات، أيضا عايز تزود النشاط والطاقة والحيوية، أيضا عايز توصل الدم لصوابع رجليك وصوابع ايديك وتوصل الدم للمخ محمل بالاكسجين والمواد الغذائية عشان يبقى الطاقة الذهنية عالية. سهلة جدا، كورس مكون من منتجين. اول منتج جينكو فيت كبسول، اهو انجليش جينكو فيت كبسول، الشريط ب 24 جنيه كبسولة بعد الإفطار أو بعد الغداء، أهو كبسولة يوميا، بيحتوي على الرويال جيلي والجينكو بيلوبا اللي بتحسن وصول الدم والجينسينج اللي بيدي طاقة وحيوية. جينكو فيت، الشريط ب 24 جنيه كبسولة بعد الفطار أو بعد الغداء. المنتج الثاني لوسيدريل 500، لوسيدريل 500، أهو لوسيدريل 500، الشريط ب 22 جنيه تقريبا، لان الشريطين ب 43 وربع، قول الشريط ب 22. جرعته ايه؟ قرص بعد الفطار وقرص بعد الغداء، اهم حاجه بعد الساعه 4 ما تاخدش، يعني هتاخد القرصين، اهم حاجه بعد 4 ما تاخدش منه، يعني هتاخد بعد الفطار وبعد الغداء، والغدا بتاعك يكون قبل الساعة 4 عشان ما يعملكش أرق بالليل، تمام؟ يبقى جينكو فيت ولوسيدريل الاتنين دول، تمام؟ هتبقى ذاكرتك زي الحديد، حيوية ونشاط وطاقة، وصول دم للأطراف صوابع إيدين ورجلين وللمخ، هتتدفى. سلام عليكم.